السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. يوم جديد مع بداية جديدة ومحنة جديدة إن شاء الله. يوم الأحد 19 جبريل، يوم الخير إن شاء الله، يوم البركة، يوم المتقين، يوم المحسنين، يوم الخير. الآن هذا في منطقة الضحى، يتم الآن كل ساعة بعد الشهر الأولي. هاي طبعا معدل المقاول عوضل